الله يرفع الغمة عن هالأمة ويحفظ الكويت وشعبنا من كل مكروه، يعطيهم العافية شبابنا وبناتنا. صدق ما قصرتم، اليوم راح نسوي كباب تعلمته من وحدة عراقية، مثل كباب البطاط بس حلو فيه انه ما نحط فيه اي اضافة، نحط بس بطاط ونحط نشا. راح اعلمكم الطريقة، يلا بسم الله نبدي. كيلو من البطاط، كيلو واحد حطيته فوحته وطبخته عدل، الله يخليكم. ما ابي فرامه لحم، يا بشوكه يا في ملاس مثل المهراسه هذيك، انا كان عندي ما ادري وين الصراحه مع شيله اغراض البيت. المهم نهرس البطاط عدل بالشوكه. هذا هو البطاط، شوفوا حار ترى للحين، وهو حار ما نقدر نشتغل فيه، اخليه بالثلاجه شويه ابي يدفى، بعدين راح اشتغل فيه واقول لكم شنو الاضافه اللي راح اضيفها على البطاط. بعد ما حطيت البطاط بالثلاجه ابي يدفى، عندي كيلو من اللحم، لحم عجل بدون دهن، الله يخليكم، بدون شحم. راح الحين وحطيت بصله بدون زيت، بس شوي احمس وراح اضيف شويه زيت وقعد احمر اللحم مع البصل لين يذبل. حطيتها 10 دقائق، الحين دفت، طبعا اللحم للحين على النار ناطرته بس شوي. راح احط ملعقه كبيره من الكركم والملح ملعقه وسط او ملعقه كبيره على حسب الملح بالنظر، يعني انتم تشوفون عاد ملعقه وسط كافي عليه. وراح احط كوب من النشا واعجن شوي شوي، كوب من النشا، ابيها النشا هذا يتماسك مع البطاط عدل. شوفوا شلون قاعده اعجنها متابعين، اللي حسيتوها تلزق بايدكم شويه زيت، ما نحط ماي، شويه زيت. ابي اخليه هذا الحين اقعد اقلب فيه ليه ما احس البطاط قام يتماسك، ادري ابي له حيل علشان البطاط يطلع عندكم كبه حلوه ولذيذه. هذه هي الكبه وخلصنا، الحين نروح حق الحشوه. شوفوا ايش حالاتها، ابيها كذي تكون، ابيها كذي متماسكه، راح اردها بالثلاجه عشان تبرد شويه ونشتغل فيها. نشف الماي، ماي اللحم، الحين راح نحط شويه زيت، نحمس اللحم مع الزيت. نضيف شويه ملح على اللحم، فلفل اسود، وضفت لومي وشويه دارسين، انا ما احب وايد ريحه الدارسين بالكبه. ناخذ شوي من الزيت ندهن ايدينا، ناخذ قطعة من البطاطا، شوفوا شلون متماسكة، اخذها اكورها وافردها، افردها ايديني ما يبيلها شيء، واخذ شوي من اللحم واحطه بالنص، بيحب حلاوة الحشوة تكون وايد، والملمها لملوموها كنا قاعد قمطون ياهل بالطول. ايش يبيله الحين، شنو اسوي كذي، لعبوا فيها، كوروها 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 جي، كنكم قاعد تلعبون بدائرة وتلفونها على ايدينكم، شوفوا شلون قاعد تصير حلوة، لملموها على ايدينكم. هذه هي كبتنا، تقدروا تحطون شبنت هم حلو، انا حبيتها كذي سادة. راويتكم طريقة التشكيل، سويت بس 4 حبات علشان اراويكم، لازم نذوق دائما لما نسوي شيء كبة ولا شيء نسوي 4 حبات، نذوق الطعم، ملح اوكي، فلفل اسود اوكي، اللحم اوكي، البطاط اوكي، نكمل باقي المقدار. راح اراويكم بعدين الكبة اللي انا قليتها، طبعا خلصت باقي الكبة بعد ما تأكدت ان الكبة حلوة، الملح اوكي، فلفل اسود اوكي، والبطاط اوكي، كل شيء راح افرزنه كذي على حطيته بالصينية، بعد ما يتيمد راح احطه بالشيس وافرزنه. حبيت افيدكم متابعيني، شفتوا هالملاس؟ اخذوه ترى وايد حلو، ماركة حلوة، تحصلونه مركز سلطان، الاسواق الشعبية، ترى حلو حق تقلب الجيمات، حق صب القفشة، ينن هذا، فانصحكم يتحمل الحرارة. تحصلونه بكل الاسواق الشعبية. شوفوها ما شاء الله عليها شلون صاكة، تينن تينن، لا تحاتون، دائما لما تسوون تفائلوا، خلوا يكون عندكم طاقة ايجابية. كافي عليه البطاط، كبة تينن تينن، احلى شيء ان تحسونها يابسة ترى، ما تحسونها لينة. انا مرات يعني اشوف لما اذوق الكبة عند اي احد احسها لينة، انا ما احب الكبة اللينة، احب كبة تظل القروشة مالتها فيها. هذه هي الكبة بس انها حارة، ما اقدر، شوف ايش حالاتها، هذه داخلها، شوف ايش حالاتها، لذيذ لذاذة، وعليكم العافية.